لكن الاهم ان انا معايا في هذه اللحظات الكابتن بيسا حسني المدير الفني لسيدات كره اليد بنادي الاهلي. كابتن بيسا برحب بيكي في البدايه وبقول لك هارد لك طبعا هزيمه المباراه النهارده والمباراتين السابقتين، لكن اداء جيد بما انها مشاركه يعني بعد غياب كبير بالنسبه للنادي الاهلي. يمكن شاركنا السنه اللي فاتت لكن النادي الاهلي ما عندوش الخبرات، او ما شاركناش السنه اللي فاتت بس يعني من اوكي، لكن الخبرات ما كانتش موجوده بالنسبه للنادي الاهلي، وكان ضروري ان الفريق يشارك في هذه البطوله لاكتساب المزيد من الخبرات لما هو قادم من بطولات افريقيا ان شاء الله. لا انا عن نفسي انا فخوره جدا بيهم ومؤمنه جدا بمجموعه البنات ديت ان هي ان شاء الله هتحقق حاجات احسن من كده، وزي ما انتوا كنتوا معانا دلوقتي انت سمعت رئيس الاتحاد الافريقي بيقول لهم ايه، لان هي فعلا كانت مفاجاه. هو ده اللي احنا بنسمعه من كل الفرق، ان الفرقه مفاجاه، وهي فعلا مفاجاه. انا بالنسبه لي اقول لك حاجه، جمهور الاهلي مش متعود ان النادي الاهلي يبقى مفاجاه في اي بطوله يعني دايما بالظبط، بس عايزين نشرح لجمهور النادي الاهلي بالظبط الاسباب ايه، او النادي الاهلي ليه امير. احنا جمهور النادي الاهلي على فكره، احنا مش بنشتغل في النادي الاهلي، فاحنا لا احنا جمهور النادي الاهلي ولا متعودين ان الاهلي ما يبقاش ابدا بيكسب اي بطوله، بس ربنا عرفوه بالعقل. فرقه زي دي بعيد 30 سنه عن المشاركات الافريقيه، يعني كانت اول مشاركه ليهم اللي هي من 3 سنين، ومن 3 سنين احنا خدنا ايه سادس على 7 فرق، فيعني وكانت بره وكان ليها ظروفها وما كانتش بالمنظر بالقوه ده. انت عندك النهارده الفرقه اللي كنا بنلعبها النهارده، انت عارف ايه تاريخها؟ فريق تاريخ 30 سنة بطل أفريقيا، بتلعب كل سنتين كاس عالم، انت ما عندكش أساسا مشاركة خالص دولية، انت ما عندكش منتخب أساسا. فإن الناس دي لا عندها مشاركات دولية وسقفها محلي، انت بتلعب ايه في كل سنة؟ بتلعب سبورتنج، بتلعب طيران، بتلعب الشمس، هو ده سقفك. انت أساسا هي الناس متخيلة ان احنا هنكسب بطوله افريقيا زي الطايره بقى ونفرح، لا الطايره هم سقفهم عالي طول عمرهم في بطولات افريقيا. احنا منافساتنا اقوى بكتير، احنا ما عندناش زي ما انتوا شفتوا، انتوا نفسكم كل الناس اللي بتيجي مخضوضه من الاحجام اللي بتشوفها، لا الفرقه دي عاليه جدا. احنا قلنا هنحاول نعمل احسن ما عندنا، وانا شايفه ان العيال فعلا كانوا قد المسؤوليه، ان انا امشي امبارح مع الكونغو جون بجون وابقى برضو راكباهم، وفي الاخر معلش سوء تحكيم وسوء توفيق هو اللي خسرنا. فدي كانت مفاجاه ليا ومفاجاه لكل الناس اساسا اللي بتفهم في الهاندبول. لكن النهارده انت بتحبط ليه اللعيبه؟ ليه على على اللجان الالكترونيه والحاجات ديت عمال تشتم في اللعيبه؟ تشتمهم ليه؟ بأمارة ايه تشتمهم؟ العيال دي تعبت سنتين، على فكره الفرقه دي سنتين ما خسرتش ماتش، ما تعادلتش ماتش، كل بطولاتها واخداها. حاولوا وكافحوا، وهم عارفين كويس قوي ان احنا عندنا طموحات لسه جايه، دي اول خطوه، ده انا قلت كده قبل كده ان دي اول خطوه في الطريق الدولي ليهم، فانا مش عارفه ليه الناس عليهم قوي كده. وفي نفس الوقت انت عارف ان الفرقه ديت ما فيهاش غير 4 كبار في السن، الفرقه دي كلها 18 سنه و19 سنه و21 سنه كل اساس الكيان بتاع الفرقه. ف ليه انتم حاسيننا ليه ان احنا غلطانين ان احنا بنخسر، او ان احنا غلطانين ان احنا ما خدناش بطوله افريقيا؟ ممكن بس عشان جمهور النادي الاهلي اللي ما يعرفش او ما عندوش خلفيات كبيره عن لعبه كره اليد بالتحديد لسيدات كره اليد بالنادي الاهلي، متعود ان احنا بناخد دوري كاس بنكسب كل الماتشات زي ما حضرتك بتقولي بقى لنا سنتين بنكسب، فكانوا عشمانين جامد او كانوا متعودين زي ما هو معتاد بالنسبه للنادي الاهلي ان اي بطوله افريقيه بيشارك فيها بيكسب. هم احنا من خلال حضرتك طبعا بنوصل لهم ونوضح لهم الصوره بشكل اكبر. هي دي طبعا حقيقه، لان احنا كاهلاويه الخساره دي بتجننا طبعا وبتحرق دمنا، لان احنا مش متعودين عليها، فدي حقيقه انت معاك حق فيها. بس انا نفسي الناس تتفهم حاجات، ان الرياضه مش كده، شغل الرياضه غير التشجيع، شغل الرياضه الدنيا بقى ماشيه. يعني ما ينفعش اجيب ولد في ابتدائي واقول له ابن العماره دي، ما ينفعش، لازم يكبر يوصل اعدادي ويوصل ثانوي ويخش كليه هندسه عشان يبني عماره. لكن واحنا دلوقتي في المرحله دي، احنا دلوقتي في اول خطوه لينا للتاني للمشاركة الدولية. إن كان لو الفرقة عملت، لا هي الفرقة ما شاء الله عليهم هايلين، اللي جاي ليهم بإذن الله. بس وبرضو مش هقول السنة الجاية ولا اللي بعديها، محتاجين، لأن طبعا زي ما أنت شفت
فرقة أنجولا فرقة مستوى عالي جدا، وبرضو أنا بعتبر عملوا ماتش عالي جدا النهاردة بكل الإمكانيات اللي هم قابلوها. أنت آخر ماتش لعبته مع أنجولا اللي هو من 3 سنين في بطولة أفريقيا في المغرب، إحنا خسرانين 24 فرق 24، إن النهاردة نخسر فرق 16 ده يعتبر إنجاز، ده يعتبر برضو خطوة كويسة إن إحنا بنعلى مش بننزل. فيا ريت الناس تهدى شويه، يا ريت الناس تفهم رياضه اكتر، وان مفيش رياضه بتتبني في يوم، الرياضه بتاخد وقت يعني تدريجيا. عايز اسال حضرتك سؤال، ليه ما كانش في مشاركات افريقيه عديده للنادي الاهلي خلال الفترات السابقه؟ احنا وقف النشاط الدولي بقالنا اكتر من 30 سنه، كل في 30 سنه اشتركوا يمكن مرتين حاجه كده في بطولات افريقيا، وعلى فترات بعيده قوي يعني يمكن مثلا من 17 سنه المنتخب ما اشتركش في اي بطوله غير الناشئين طبعا اللي بيشتركوا، وبعد كده لما يكبروا ما فيش منتخب اول اساسا ما بنشتركش. ليه بقى دي انا ما حدش سالني فيها، انا بعافر فيها بقالي 30 سنه ان يبقى فيه، بس دي بقى تقدر تسأل وزارة الشباب والرياضة، تقدر تسأل اتحاد كرة اليد فيها، ليه ما فيش منتخب أول كرة يد في مصر؟ بس رسالة أو قبل الرسالة اللي نوجهها لجمهور النادي الأهلي، عايز أعرف الدروس المستفادة بالنسبة لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي من المشاركة في هذه البطولة الأفريقية، ولسه النادي الأهلي ما خرجش منها بشكل رسمي ولسه في أمال من خلال المباراة القادمة لو الأهلي إن شاء الله فاز. إحنا إن شاء الله هنركز بقى على البطولة، على الماتش اللي جاي. النهاردة قلنا هنعمل أقصى ما عندنا، إحنا عارفين البطولة إن الفرقة عالية جدا، وبطلة السوبر لسه واخداه، وعلى فكرة بطلة السوبر 7 مرات، وبطلة أفريقيا يعني ممكن تقول 20 سنة فاتوا هي بطلة أفريقيا يعني. فإحنا قلنا هنحاول برضو نعمل ماتش كويس قوي في حدود الإمكانيات بتاعتنا، وإمكانياتهم طبعا زي ما انت شايف قوة وسرعة رهيبة، وفعلا دي يعني هو حقهم ان الواحد يشكرهم برضو. لفرقة أنجولا فرقة عالية جدا في المستوى، لكن ان شاء الله احنا برضو تركيزنا في الماتش اللي جاي، لان ده اخر امل لينا ان احنا نطلع دور الثمانية. هنكافح برضو، واحنا مش هنستسلم لغاية ما يقولوا لنا خلاص متشكرين مع السلامة، احنا هنفضل نكافح لغاية اخر يوم. هو بس احنا لو كان يعني في توفيق شوية كنا خدنا ماتش امبارح وكنا ارتحنا شوية، بس مش مشكلة يعني، لازم البنات تحس بالمسؤولية اكتر، لازم يفهموا ان مفيش حاجة سهلة، لازم اتعب قوي علشان اوصل للي انا عايزه. فكل الحاجات اللي احنا اتحطينا فيها والضغط يعني، انا مثلا امبارح بعد ما الجمهور قعد ويعني يشتم على الصفحات وكده، انا قلت لهم سيبكم من الكلام ده خالص، احنا كل تركيزنا في الملعب. احنا انا يعني عن نفسي انا فخوره بيكم وحاسه ان انتوا اديتوا اداء انا ما كنتش متخيله كده، والله ما كنت متخيله ان هم هيأدوا الاداء ده. صحيح بحاول يعني انا وكابتن ياسر بنحاول من سنتين ان احنا نحضرهم للحاجات دي، بس طبعا سنتين الموضوع محتاج وقت طبعا، مش كفايه سنتين، لكن برضو جمهور النادي الاهلي يشكر ان هو آزر الفريق سواء طبعا، والنهارده رغم الهزيمتين في اول مباراتين لكن النهارده الاخر المباراه بيشجع، وده زي ما اعتاد عليه جمهور النادي الاهلي، واكيد في رساله حضرتك حابه تقولها لهم. طبعا انا يعني انا بص انا عاشقه للجمهور بتاعنا، وشايفاه ان هو سلاح النادي الاهلي وظهر النادي الاهلي، بس ساعات في ناس بتخش كده في وسطيهم بتخليهم ما ينفعش. انتوا طول عمرنا انا 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 واحده من الناس، انا جمهور، انا ما فيش ماتش ما حضرتوش في الاستاد الكوره من وانا عندي 8 سنين يعني في كل حته مع فرقتنا. انتوا كمان نفس الحكايه، حسيت ان فرقتك بتنزل شويه اقف في ظهرها طلعها تاني ارفعها، حسيت ان احنا خسرنا بطوله اقف تاني برضو في ظهرها وانت اللي تساعدهم بقوتك ان انت ترفعهم تاني. اوعى اوعى النادي الاهلي باقي، النادي الاهلي احنا اشخاص، احنا هنروح نفر ورا نفر زي اللي راحوا قبلينا وكلهم رموز وكلهم حاجه جميله للنادي الاهلي وبنفتكرهم بكل الخير، هنفضل نروح والنادي الاهلي هيفضل ولاد وهيفضل موجود. النادي الاهلي 111 سنه بطولات، النادي الاهلي كل يوم بطوله، ما توقعوش فرقكم يعني، لو في حتى كبوه حصلت اقف وراهم اسندهم مش تشتمهم، وان شاء الله انتوا اكبر من كده بكتير انا عارفه. هم بس كل الحكايه ان الحماس بياخدهم ساعات بيبقوا مش قادرين يشوفوا فرقه ليهم بتخسر، ناتج من حبهم للنادي طبعا. طبعا
اه طبعا انا ما عنديش اي شك ان هم بيحبوا النادي، يعني انا اعرف فيهم كتير، انا عارفه بيتعبوا ازاي علشان يدخلوا وعشان يروحوا الماتشات وعلشان يتفرجوا وعلشان يجيبوا تذاكر وعلشان يسافروا ورا الفرق. لا انا عارفه الحاجات دي كويس قوي وبقدرها لهم، وعلى فكره فيهم كتير، فيهم كتير دماغها حلوه ومعتدله، مش كلهم زي ما الناس بتقول، لا فجمهورنا جميل وان شاء الله هيقف ورا فرقه، وان شاء الله باذنك يا رب احنا كلنا حتى لو احنا ملناش نصيب في بطوله افريقيا احنا كلنا ورا فرقه الرجاله بتاعتنا لغايه اخر يوم، ونحتفل كلنا ببطوله افريقيا باذن الله. سؤالي الاخير لحضرتك، ازاي بيتم التعامل نفسيا مع البنات بعد الهزائم الكبيره دي، وخصوصا زي ما احنا عارفين اول مشاركه منذ فتره، فاكيد بيبقى في طريقه نفسيه او معامله نفسيه خاصه بعد الهزائم دي عشان يقدروا يكونوا مهيئين لما هو قادم من المباريات. هو انا مش هكذب عليك، بص يا امير، هو البنات كانت واخده دي بوابه ان يبقى في منتخب، يعني انت متخيل بيعافروا قد ايه يعني علشان يوصلوا لحلمهم ان يلعبوا باسم بلدهم، فهم كانوا واخدين البطوله دي ان هي بوابه توصلهم ان هم يعملوا منتخب، لما الناس تشوف مستواهم كويس فيعملوا منتخب بقى درجه اولى ليهم. حلمهم، حلمهم يمسكوا علم بلدهم، حلمهم، ليه لا؟ وانت يعني احنا طبعا انا وكابتن ياسر طول النهار بنعالج في الحته ديت، لان هم طبعا مش متعودين على الهزايم بصراحه، هم بيكسبوا كل الماتشات هنا في مصر، فبالتالي مش متعودين على الهزايم، فبالتالي بيبقى لازم في معامله نفسيه بعد هزايم كبيره زي دي، ده قصدي يعني من خلال. والله بص انا كمان كان عندي امال كبيره ان احنا نوصل دور الاربعه، ولسه عندي على فكره، انا ما بفقدش الامل ابدا، هي لسه عندي ان شاء الله، وهنعافر في اللي جاي باذن الله. فانا كان كل حلمي ان اوصل بيهم لدور الاربعه في البطوله ديت، لان انا طبعا انا واحده عايشه في الرياضه ومعجونه في الرياضه وبشتغلها ودرسها، فمش من هقول لا ده انا هكسب بطوله افريقيا، لا بطوله افريقيا اللي هكسبها، لا طبعا انا عارفه ان في فرقه محترمه جايه تلعب معايا، بس ان شاء الله باذن الله. انا بحاول بنروح بعد كده دلوقتي بنوصل الاوتيل بنقعد نتكلم مع بعض، طبعا هم طبعا اكيد، بس هو اكتر حاجه اثرت فيهم قوي الشتيمه بتاعت امبارح، ان في ناس شتمتهم على الصفحات وكده، فدي برضو زعلتهم شويه، فانا يعني قلت لهم اللي هيبص بره الملعب مش هيعمل حاجه، بص بص للي انت عايزه، بص لحلمك انت، ما تركزش مع اي حد، شوف انت عايز ايه وخلي هدف قدام عينيك وسيبك بقى من كل الكلام، بعد كده نبقى نفوق للحاجات ديت.